يلا بس الله خير، يلا حيه ان شاء الله. بينا تقريبا في وحده ودوري خلاص انقلت خلاص. خليك طيح فيها دوس الله بصديقي تخوفاه ها؟ أنا بصديقي تعال 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 مرك زعل تعال كنت مغششك عشان تجاهي ها؟ بالعافية وانت بالعافية شكلت هيك على عافية ان شاء الله. بيضات تعال افتح وخذ لك واحدة يلا خل ده افتح 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 وخذ لك واحد يلا. اوه بيغير يعني عناد دي يعني اني ترى اعرفها مكان ثاني خلاص واحدة يلا بالعافية لك خلاص كده كده زين ما شاء الله. انتم هنا تخربون ها؟ ما شاء الله الله. الطير هذا اللي لونه برتقالي 6 شهور صار لونه زي كذا، 6 شهور صار نفس لون الطير العصفور العادي سبحان الله يقرنس. اشرب قهوة بالعافية بالعافية اشرب ولا طر خلاص ما تبون كيف مبروك ليلهم ما شاء الله كبروا ما شاء الله زينهم. وهذا الخلخليت ما شاء الله سبحان الله ألوانه عجيب الصوت هذا. هذا صوت حمامة ثاكرة تو صورت لكم. أيوة اللعب هلا بالزين إلا أيوة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله الله يعزين هالعين ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هلا بالزين ما شاء الله ما شاء الله مبسوطين تلاحقون ما شاء الله. هيها الصوت انت تراقب ورك زعلت.
الجمال. لو الريح وهذا المنظر الجميل هذا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. شوف علي مشينا نطلع على هالمسيو.